المية بتنشف ريقنا لما نجيبها. السطل لما بده يجيني بده يمكن أقل شي نص ساعة. في طحين قدام فيش ما مرقش اليوم. لما بدك تجيب كيس طحين ما فيش لازم تموت عشان تجيب كيس طحين أو نص كيس طحين. يا ربي ما تعبنا من هالوضع. صار في كويت اليوم طيب ما تروح اشياء الله يرضى عليك. فاضي بتخاطر في حالك بتخاطر في حالك بتموت في حالك عشان ايش؟ هاي مرفه روحت مصاوب روح مرادك روحت فاضي والله سطرك وياك مصاوب والله سطرك ورحمك والله بنعم خلص روح على الكويت يا براء البحر. احنا بدنا نحس بالامان وروح عندنا الخوف ان شاء الله. احنا نروح نشرق على اراضينا على مناطقنا مش اكثر. ان شاء الله نطلع تعيين مدارس يابا. لا ان شاء الله تعيين مدارس ان شاء الله ان شاء الله. طلعت وسخ والقلب والحياه مش كويسه. احنا يابا ما بدي كيس الطحين. انا اللي برمون لي خود هاي كيس الطحين ونجر يموت ينفغص بدناش اياه. هذا زل اصلا هذا زل اللي قاعد برميني بالطياره. كرامه الانسان وين؟ هذا زي بقول لك انت من غير كرامه يلا خذ. انا بدي ارمي لك زيك زي اي واحد من غير كرامه. انا مستعد استريبه فلوس بس صدني بكرامه. الله عين الله ايش بدك تسوي؟ شيل الاولاد والله الواحد تعب عشان الاولاد. الاولاد لهم الله يابا. لا اله الا الله لهم الله ربنا اللي بيعيشهم. والله صار كيس الطحين مغمس بالدم. حلم الصغار صار كيس طحين. طيب ايش نسوي؟ هذا فرض انفرض علينا في الحياه. بس فجعانين يا ولد. تامر بكر خليل جندي. أنا قبل الحرب أنا كنت قصير بشتغل في القصارة. كانت الحياة والله ماشية منيح. بعد الحرب صارت الحياة ما الكل بعرف إيش بعد الحرب صار. صار لما بدك تجيب كيلو رز بدك تتشرح يا بالدم يا بدك تموت وبتلاقيش. لما بدك تجيب كيس طحين ما فيش لازم تموت عشان تجيب كيس طحين أو نص كيس طحين. علي بدك تروح يا علي تجيب طحين اليوم؟ بلكن الله رزقنا بحاجة ولا بش بنروح بنروح بس شوي شوي بس بلاش خاطر من جوا. لا داك مش شوي ان شاء الله. الله يسلمك. اجيب لك طحين؟ بدك طحين؟ انت اجيب لك طحين؟ اجيب لك طحين حودة؟ طحين؟ ان شاء الله بنجيب لك اليوم طحين. بدك تاكل؟ ان شاء الله بنجيب لك طحين تاكل. هيني رايح على بدك شيء؟ لا الله يسهل عليك يا رب. وين نروح نجري؟ طيب ايش بدنا نسوي؟ نستنى الطياره يمكن ترمينا هان. الطياره يمكن مش الطياره بتنزل. هاي بقول لك برموا مساعدات والله ما هم عارفين وين برموا. مساعدات هان ما فيش حد والله ما هي مساعدات هان. يوصل لنا شرب. والله يا ابن عم ما هي مساعدات. هذه باهت. بس ايش احنا ايش بدنا نسوي؟ هذه قلت قيمه مش رايح بعيد. ما بقدرش اجري من راس. انا مصاب برضه كمان مش قادر اجري بس ايش بدنا نسوي؟ نستنى رحمه الله بلكن يرمونا هان. ارمونا هان. ارمونا هان. ايش عايش في طحين؟ والله يا عم الله يرضى عليك لنا ثلاث ايام قاعدين على الحاجز عشان نجيب كيس طحين. والله لنا ثلاث ايام ما ناكل. طب ايش فيها لقيتها بنلحق نجيب لو فيه؟ ما بتلحقش الا في نص الليالي وبدك تضلك مرابط و والله اول امبارح رحت في الليل وروحت. شو المنظر هذا برمي في الفاضي المنظر هذا برمي هيك قدام طبشنا كل الناس بتهجم السكاكين يا عمي بدنا نشوفوا لنا حل منيح هيك بزبطش. ليش نستنى المساعدات؟ طقوا كتلة ست الفار. طب مش حرام؟ قلت انا اروح ولا ما اروحش في طحين؟ ما تروحش على الفاضي روح في نص الليل واذا روحت طيب احمد الله. الله اذا روحت طيب احمد الله. كيس طحين اغلى من البني ادم صار. اليوم البني ادم مالوش قيمه في غزه، اليوم كيس طحين هو اللي له قيمه. هو اللي له قيمه. كيس طحين رغيف الخبز هو اللي له قيمه، البني ادم مالوش قيمه في غزه اليوم. امبارح ستي ماتوا على الارض ما حد قامهم. اروح يعني ولا ما اروح؟ ما تروحش يا عم روح روح في نص الليل، هذا هذا روح الطيب احمد الله. انا خايف انه الاولاد يجوعوا.
لانه انا لو مش خايف لبلاد الجوع بروحش على الطخ والموت اجيب طحين. وحتى الان خايف من القصه هذه لانه ما منفقد الاكل كله من السوق. السوق بس في قلبه الجزر والبصل، ما فيش شغله ثانيه في قلب السوق، وما فيش حدا يعني اللي يجيب ولا واحد اللي يقول لك خذ ولا واحد. اذا انت بدك تقعد تدور بدك تروح على النابلسي او بدك تروح على الكويت. وانا صوبت قبل اسبوعين من قصه الطحين. ايش في طحين؟ انا اللي من الباب استنى، قاعد بستنى وقعدت ادخل ان قعدت ادخل كم ساعه مره من الكويت مرات. قول قد ايش المقطوره؟ انا روحت اليوم على 6 الصبح من امبارح لليوم، روحت على 6 الصبح. هذه كلها معاناه، كلها معاناه هذه كلها. ما زال لنا اكل والشغل اللي ماخذ الاكل هذا حرب ثاني. الناس تروح على الموت عشان اللي ماخذ روح شايله بكفه وكيس طحين بكفه. وتلاقيه مسكين هو بس ساعه لساعتين بالثلاث اربع ايام بنام بالليالي في السقعه وفي البرد. نطلع عند النابلسي بتخطف علينا. كل اللي بيجيبوه هذا نقطه في بحر. وش الفائده؟ واحد شيء. هيا كم واحد؟ نزل طحين وسكر وحليب. 100 نفر 200 نفر بدهم يقاتلوا بعض الناس من الجوع اللي هم فيه. عندهم حاجه. طب منيح انهم يجيبوا لك وش طحين تاكله. وين الطحين؟ 10 ايام بروح بجيب اخذت جيجي. قالوا له طحين ب 100 شيكل. عندك كيلو طحين صار يوصل 100 شيكل هذا. عمره ما خسرت يا راجل كيلو رز 100 شيكل. لا انت قادر. لا انت قادر تاكل طحين ولا قادر تاكل رز ولا تاكل علف ولا تاكل بسله ولا تاكل ذره يا راجل. المكان اللي احنا بنعيش فيه هذا المكان اللي احنا بنعيش فيه بلا ما فيش دورات، فيش مية بتعبي مية بتقعد تمشي كيلو عشان تجيب مية وتعبي مية، مية مالحة، مية حلوة بدك تشتري القلم بسبعة شيكل وثمانية شيكل. بعدين عندك في كل غرفة من 16 ل 17 نفر مقسمين حانا لثلاث غرف، احنا سبع عيال 16 ل 17 نفر في كل غرفة بناء، وكل ليلتنا في ست سبع حرمات. يعني 17 نفر ست انت تخيلها في ست سبع حرمات 17 نفر. وفيش يعني الحياة هنا مش ماشية، احنا بدنا بنطالب بس يسكتونا الحرب عشان الحياة تمشي. عشان هالولاد يا رب يرزقنا بطبخة حميض ولا اي حاجة. ها الحمد لله لقينا لنا طبخة نعمة بركة الحمد لله. إن شاء الله قد هيك نعمة يا رب. إيش الدمار هذا؟ وين كنا وين صرنا يا رب؟ يا ربي. يلا هاي جبت لك طبخة، هاي جبت لك طبخة نطبخها لقيت؟ نجيبها طبخة حميض. منيحة؟ كيف إن شاء الله؟ كيف الحمد لله عقب ما ندبر حالنا عقب ما الله ييسر. ان شاء الله يا رب. حميد قبل ما ربنا يفرجها ان شاء الله يا رب، بس قليله مقللها المره هذه. دغرة تروح وانا بلقط فيه. يلا منيح. يلا يا حلا يما تلك خشبتين حط حتى بيخاف. حطي كم الخشبة. يلا يا ماما. يستوى الطبيخ؟ والله يستوى. طب يلا خليني اكل. في المعلقة فيش خبز. هلقيت المعالق ايش بنعمل؟ بعيد عنك. استخدمنا سوا. طعميكم بالمعلقة. هذا ما نجيب خبز. يلا طعميهم. خذ المعلقة. خذوا يا كون. خذ يا امتصر. خذ يا ليل. تعال يا امير كون. كلوا بالمعلقة عقب ما ندبر لكم خبز. كول عقب ما ابوك يجيب لك خبز. تعال. ليش؟
تروح على طحين؟ مش عارف بس انا ابو محمد رن علي. لا بدنا نجيب معلبات اليوم. والله صعب اهلها معانا بس يجيبوا لنا تليفونهم. بدنا نجيب لنا كرتونه معلبات ولا حاجه. اهم حاجه ولا واحد غلبهم وما اطلع. ها طلعوش يا ابو. يا ينام ولا تنام. والله امبارح الله اللي صدرنا. امبارح رحنا تشفشفنا في السقعه وما خشش شيء. خش من الكويت. انا بين الله يا رب. باي. يلا شو بدنا لقيتها نتساهل ان شاء الله. لقيتها بلا حجة لانه سقع الدنيا على البحر. والله العظم بتكسر يا حجة. نايم الاولاد. اه انت حجة عم تجيب العقل. بس بعد احيانا وش الواحد اللي كله السقع ساعتين ثلاثة. العظم بتكسر. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شباب؟ الله يعافيك. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالنعم. ايش ان شاء الله في طحين اليوم؟ والله بقولوا يا حبيبي. بس ما يعملوش فينا زي كل مره. اليوم يمرقوا على البحر وبكره يمرقوا من والله الكلوة. ان شاء الله من الله ان شاء الله بيجيبوا اليوم من هنا على صلاح الدين ان شاء الله. ان شاء الله لما سياسه اليهود هذه. ان شاء الله بدناش نتبهدل زي كل مره. والله يا حبيبي بهدله 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 بصير الطخ زي الايام اللي يخشوا طحين زي امبارح. نرجع عجاب نرجع نقعد كويس غادي نقول لك غصب عنك بالاكل. والله ولا في اكل ولا شيء. والله جوعنا غصب عنك. جوع جوع عار يعني. ما فيش شكل. ما فيش شكل يا شادي. سوء تغذيه مش طبيعي. هينا كم يوم من برا برا نيجي على الخارج. ايش اليوم مخبين؟ خششوا لنا شحنين ثلاثه وبضع معلم بهالشحن. والله شحن. اسمع لو اقول لك والله لو بدي امرق 60 شحن ما بكفي. ما بكفيش. ايش ايش الشحنين ثلاثه بكفيناش؟ حق 10 شكل البيضه. يا عم احنا عايشين من قله الميتين. احنا بنعافي بعدين. احنا ميتين. احنا ميتين. من جاسك. احنا جسس. احنا ميتين وصحيين هيك بالغلط. مفترض هيك تكون لايدنا نتجمع يا اما نشوف حل. يشوفوا لنا حل. انت قاعد تربطني. فيش تربطني قاعد. احنا بغيبوبه. فيش تربطني انت. تربطني قاعد بشحنين طحين يا راجل. مش عارفين وقت ايش بيصل وقت ايش بروح وقت ايش بيجوا. ولا شيء. خشش من البحر. خش من هان صلاح الدين. انا خايف من هان ما يخشش اليوم ويخش من البحر. ابو محمد ابو محمد. والواحد بطل يتشتت. بنروح غاد بنقعد دوبنا بنصل غاد بنقعد. لما الشباب بصيروا يقولوا عدوا خش لطحين وعدوا خش مش عارف بصير ايش بتنزل لنا الدبابه بتصير تطبخ ابو جانب. طبعا ما فيش هذا فلان ولا وين في مجموعات بتصير تطبخ. وانا واحد من اللي رحت غاد وصار في هذا الحدث. وين في مجموعات بتصير تطبخ ما بتستثنيش انه هذا مواطن غلبان وهذا مواطن مسكين. ما فيش كله ابو جانب بصير تطبخ علينا. أم بكر أم بكر خذ كل هالدورة شريته أجين الأولاد دبرهم لهم إن شاء الله نسلم يديك يا رب. ريحته علف هذا والله. أكلنا مرات طحين قمح مرات طحين ذرة مرات طحين الشعير وبيبقى ريحته زي العلف فيه. اي حتى ولا برق ولا اشي. وش بتلعب؟ انا كله بتخسر صح؟ فش اشي موجود ولا حليب ولا بيض ولا طحين ولا سكر ولا اشي. كل حاجة اساسية فش في السوق الا الصلصة والصوابين والزعتر والدقة. الولاد سحرناهم زعتر وشاي ودقة ولعنا النار وعملنا هالشيات. وعلى الفطور نهان لما يجي الفطور الله بفرجها. عطاط لا منيح خليها هيك. خليها واطي احسن عشان يستوي. خلينا نشوف الفلافل داخل
ست شهور ما شفناش الفلاح. المفروض نصورها وننزلها على الجريدة هذه. صورها. نقول لنا فلاح فلاح. ها؟ يلا. ننزلها على الجريدة. عقدك البروس إن كنا صح عشان ناكل مع بعض. مش انت نفسك في الفلافل؟ ها مين حمود؟ ها انا ما قلتش. ها مين اللي قال؟ حمود. ست شهور ما كناش ايش ما لا ده ربع ساعة نص ساعة ولا ده. بسم الله. يلا يا أولاد افطروا أدنى الأدنى. يلا قولوا دعاء اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. لا هم نزل. صب لأمير. مطلوبة. يلا خذ يا حمو خذ يا احمد خذ انت. بسم الله. والله كنت حابه اجيب لكم اكل احسن من هيك بس ايش نسوي. الحمد لله نعمه نعمه من الله. نعمه في غيرنا بتمناها هذه النعمه. نعمه ان شاء الله الله برزق احسن منها يا رب. خش الشفا في الليل كنا قاعدين في المدرسة يعني صحينا كل ليلتنا من المدرسة وصار معانا ايش الواحد خاف وعلى الأولاد الصغار وهذا. فلما طلع الصبح صار الخبط والرقع قلنا بدنا نطلع. وين قلنا التجأنا للاستجاعية نرجع على المدرسة اللي كنا فيها المهدودة من الأول الدنيا مهدودة. رجعنا من بهدلة لبهدلة أكثر من جوع لجوع أكثر. احنا جينا على المدرسة هذه مكسوفة مخبوطة يعني مخبوطة ولا فيها كهرب ولا فيها مية ولا المية نشتريها شرية. المية تاعت الشرب شرية. المية المالها بدك تصف على الدور تروح تمشي كيلو عشان تعبي قلن مية مالها عشان تعبي مية مالها. فيها معاناة. الصف اللي أنا فيه مش صف. بكم الدورة؟ 50 من الآخر ب50؟ حرب ست شهور إلها. إحنا ناس جوعنا مش في مجاعة. إحنا ناس جوعنا اتبهدلنا صرنا نطبخ الحشيش. لسه في الشاورما مش موجودة. الشاورما لسه في الجاج مش موجودة. لسه في الورق. في الورق مش موجود. وإن شاء الله ربنا بخلص الحرب وبنجيب لك شاورما ودجاجة. صدق الله.